أبراج تابعة لشركة يو الحوثية يتم نصبها في عدن والمناطق المحررة دون ترخيص من وزارة الاتصالات، وضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، واستهجان كبير لما حصل، وأسئلة تثار: من الذي سهل دخول الأجهزة والأبراج؟ من سهل تركيبها؟ ومن يسهل عمل شركة مملوكة لقيادة حوثية دون ترخيص من وزارة الاتصالات؟ حدث آخر، وهو فيلم وثائقي يعرض على شبكة تلفزيونية ألمانية يلمع صورة الحوثي ويهاجم التحالف وينشر تضليلا كبيرا بصفة وثائقية يثير ضجة وردة فعل من ناشطين يمنيين يطلقون حملة: الحوثي جماعة عنصرية، حوثي نازي جروب، في رد فعل طبيعي من اليمنيين عن التضليل الذي حصل في الفيلم الوثائقي. وأحمد الميسري يسرب تسجيلا يريد فيه خلط الأوراق، وآخرون من الطابور الخامس ينتقلون إلى مستويات أخرى من خلط الأوراق. أحداث حصلت هذه الأسبوع نحاول قراءة بين سطورها وكشف الرابط في مسائل التخادم مع جماعة الحوثي وشبكات التخادم مع الحوثي التي تعطي الحوثي قوة لا يستحقها وأبعاد ذلك. نبدأ من الفيلم الوثائقي الذي نشر على قناة دوتش فيلا الألمانية، والذي كان ينتظر منه أن يكون مهنيا كقناة دولية مملوكة للحكومة الألمانية أن يتسم بالمهنية، لكن وقع الحال أنه فيلم مليء بالمغالطات، بل كله مغالطات، معمول منسوق بطريقة استهدافية هدفه واضح، وهو تلميع جماعة الحوثي الإرهابية التي صنفت في مجلس الأمن على أنها جماعة إرهابية وفق القرار 26-24. كثير من المغالطات في تصوير الوضع في المناطق المحررة وفي مناطق سيطرة الحوثي، كثير من المغالطات عن عمل التحالف في اليمن وتدخل التحالف الإنساني في اليمن ومحاولة تشويه متعمدة لدولة التحالف العربي في اليمن، كثير من المغالطات عن نشاط جماعة الحوثي وعن ما تقدمه جماعة الحوثي وقلب للصورة الحقيقية، جماعة إجرامية تقوم بكل الجرائم وممارسة الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي وتهديد التجارة الدولية، ثم يصورهم وكأنهم حمائم سلام. فيلم يضع علامة استفهام عن شبكة حقيقية ناعمة تدعم جماعة الحوثي في الغرب. الفيلم أنتجته شركة معروفة بعملها مع أذرعة إيران، ومحام فرنسي يرافق الفيلم من أوله إلى آخره، معروف بنشاطه المدعوم من إيران. ماذا تريد تلك الشبكات؟ لماذا لا تستحي على نفسها أن تدعم جماعة مصنفة من مجلس الأمن على أنها جماعة إرهابية؟ كيف يمكن إيقاف تلك الشبكات التي تدعم الحوثي في الخارج؟ هو ذات الشبكات التي تدعم الحوثي والتي تتكئ عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية، شبكات في الداخل والخارج تدعمها، سواء في العمل الناعم أو شبكات اقتصادية أو شبكات من الطابور الخامس، كلها تصب في مصلحة الحوثي وفي مصلحة تأخير تحول اليمن نحو الاستقرار. سنحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على ذلك مع ضيوف كرام: الأستاذ محمد المخلافي المحلل السياسي المعروف، الأستاذ همدان العلي الكاتب الصحفي المعروف، والأستاذ هاني السعدي اليافعي الناشط الجنوبي المعروف، والأستاذ محمد الهجامي الناشط المعروف أيضا، ونحاول قراءة الأحداث وربطها لتتضح لكم الصورة. نبدأ مع المحلل السياسي الأستاذ محمد المخلافي الذي يتحدث عن الشبكات التي تتكئ عليها جماعة الحوثي لدعمها. طبعا الحوثي يرتكز في نشاطه الخارجي على
مستويين: المستوى شبكات الدعم الناعم خارجيا، وشبكات التواطؤ مع كل أسف داخليا. على المستوى الخارجي اعتمد الحوثي على شبكة ناعمة غالبا ما تكون منتمية للسلالة الهاشمية، ومعروف أن رواد العمل الحقوقي منذ وقت مبكر في أوروبا وأيضا في أمريكا وفي عموم دول العالم الغربي كانت تنتمي لهذه السلالة لأسباب كثيرة لا تسع الوقت لذكرها هنا، لكن هذا الأمر ساعدهم بشكل كبير في إيصال الكثير من المعلومات المغلوطة، إرسال رسائل بطرق غير مباشرة، اللعب على أوتار كثيرة يمكن لها أن تؤثر على صناعة الرأي العام الخارجي، تحديدا الضغوط التي تمارس على الحكومة الغربية من قبل منظمات المجتمع المدني وأيضا الوكالات الإعلامية وبعض العاملين في أو بعض المناسبات التي تقام في مجال حقوق الإنسان وغيرها. الحقيقة أن تلك الشبكات الداخلية والخارجية هي في الأخير تصب لخدمة مشروع الحوثي والمشروع الإيراني عموما، وبالتالي خطرها كبير، لا يقل خطر عن المعركة العسكرية والنشاط العسكري الذي تقومه ميليشيا الحوثي. الأستاذ همدان العلي الكاتب الصحفي يرى أنه هنالك شبكات تقوم بدعم النشاط الإيراني في المنطقة لنقل صورة مغايرة عما يحصل في الواقع، ويطالب بوقفة رسمية وشعبية لمواجهة النشاط المشبوه. يملك المشروع الإيراني وأدواته في المنطقة على رأسها جماعة الحوثي الإرهابية عدد من العناصر والخلايا التي تنشط في المحافل الدولية لا سيما الدول الغربية تحديدا، لتكون مهمتها بدرجة أساسية عكس صورة خاطئة ومشوهة لما يحدث في اليمن وبما يصب في مصلحة المشروع الإيراني والحوثيين تحديدا في اليمن، وهي الجماعة التي صنفت كجماعة إرهابية عبر كثير من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة التي أكدت بأن هذه الجماعة تمارس أنشطة إرهابية. هذه العناصر والخلايا الموجودة في دول مختلفة والتي تتبع إيران وتتبع الحوثيين تسهم بشكل كبير في تزييف المشهد ونقل صورة خاطئة، وبما يساهم بشكل أو بآخر في استمرار معاناة اليمنيين للأسف. ونحن بحاجة إلى أن يكون هناك وقفة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الحقوقي والإنساني أمام مثل هذه الأنشطة المشبوهة التي يعني للأسف تقدم صورة خاطئة وتحول الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد، وتسهم في تنامي قوة الجماعات المتطرفة التي تمارس أبشع الانتهاكات في حق الشعب اليمني. العجيب أن تتحول الشبكات التي تستخدم الدكاكين الحقوقية والباترين الإنسانية إلى عامل إضافة لمعاناة الناس بدعم الجلاد، بدعم المجرمين الذين يقومون بصناعة معاناة الناس، بل هم السبب الحقيقي لنشأ الصراع في اليمن، ومشروعهم هو الذي أدى إلى اندلاع الصراع في اليمن الذي أودى بحياة 100,000 من الناس. هذه أسئلة تضع علامة استفهام عن دكاكين حقوقية كثيرة في الداخل والخارج تدعم نشاط الميليشيا الحوثية تحاول تلميعها، والحقيقة أنه هنالك شبكات داخلية أيضا تحدث عنها الأستاذ محمد المخلافي، والتي تتنوع ما بين شبكات اقتصادية وشبكات حقوقية وشبكات أخرى تقوم بخدمة ميليشيا الحوثي الإرهابية داخليا وليس ببعيد عن هذه التحركات. كان هناك شبكات، طبعا شبكات مصالح ممتدة، غالبا ما كانت تنقسم إلى جزئيتين: الجزئية الأولى هي تشبه كثيرا سابقتها في الخارج، وهي الانتماء العرقي والعقدي للجماعة، والجزئية الثانية هي المصالح الاقتصادية على مستوى الكثير من المجالات لخدمة أهداف الجماعة، وبالتالي الحصول أيضا وضمان استمرار هذه المصالح الاقتصادية من أمراء الحرب. وأعتقد أن الإعلام وأيضا العمل مع منظمات المجتمع المدني، منظمات الأمم المتحدة، جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية ومن هذه المصالح التي تدر يعني عشرات من المليارات طوال سنوات الحرب لهذه الشخصيات ولهذه الشبكات الناعمة. مع كل أسف هذه الشبكات كانت ممتدة حتى على مختلف الجغرافيا اليمنية، ويعني
كانت تربطها هذه المصالح والوصول لهذه الأهداف، وكانت تصل أحيانا حتى إلى مناصب عليا في الدولة سواء في الحكومة أو حتى على مستوى العمل مع الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. كل هذا مع كل أسف يعني لم يواجه بشكل مباشر أو باستراتيجية تفكيك لهذه الشبكات التي كانت موجودة حتى من قبل الحرب وأنشأت الكثير منها كنوع من تلاقح المصالح بعد الحرب. بالتالي نحن بنحتاج إلى إعادة النظر في تصور للتعامل مع هذه الشبكات، تفكيكها، صنع استراتيجية حقيقية، استراتيجية وطنية للتعامل معها، لأنها بشكل أساسي تضر مستقبل اليمن وتضر مستقبل المواطنين. لذلك هناك دعم شعبي كبير وإدراك حقيقي ووعي غير مسبوق بخطورة هذه الشبكات وأسلوب عملها وتأثيرها على مجريات الأحداث. فيلم وثائقي مجاف للحقيقة حاول تلميع صورة الحوثي وتشويه دور التحالف العربي وتشويه الدولة في معركة استعادة الدولة واستعادة حقوق الناس، إلا أنه كشف المستور عن أدلة إضافية، عن شبكات ناعمة مزورة تدعم الحوثي وتدعم جماعة إرهابية بفترينا الإنسانية. فاصل ونعود. في الوقت الذي تقوم شبكات ناعمة مأجورة بخدمة جماعة الحوثي في الخارج وحتى في الداخل بنشاط حقوقي مزور للحقيقة، يوجد أطراف أيضا عملت منذ بداية الحرب على خدمة جماعة الحوثي وعلى التخادم مع جماعة الحوثي، وما تزال تلك الأطراف تعمل مع جماعة الحوثي بتخادم واضح سلطنا عليه الضوء في هذه البرنامج في حلقات متواصلة. الدولة العميقة، القوى العميقة المرتبطة بشبكات التآمر والفساد ما زالت تنشط في الدولة رغم التحول الكبير الذي يحصل الآن والاهتمام الكبير من قيادة الدولة نحو البناء، نحو صناعة السلام والاستقرار، نحو عودة الدولة الحقيقية للقيام بواجباتها، إلا أن هنالك ما زال قوى ممانعة لذلك التحول وما زالت تخدم الحوثي. أبراج اتصالات تابعة لشركة يو المملوكة لأحد القيادات الحوثية أساسا كشريك رئيسي في الشركة، تدخل أبراج اتصالات دون ترخيص من وزارة الاتصالات وتنصبها وتوزعها وتبدأ بتشغيلها في مناطق عدن وفي عدن والمناطق المحررة لتضع علامة استفهام من الذي سهل ذلك العمل. الحقيقة أن الإجابة على ذلك السؤال يعني أن هنالك تلك الشبكات، نفس الأطراف التي تعطل الخدمات، نفس الأطراف التي تعطل عودة الدولة، نفس الأطراف التي تآمرت بالتخادم العسكري مع جماعة الحوثي ما زالت قائمة وتحتاج لاستئصال من جسد الدولة. وأعتقد أن الأيام القادمة حول بذلك، لأن ما يحصل لا يمكن السكوت عليه. الأستاذ هاني السعدي اليافعي الناشط الجنوبي يتحدث على تلك الشبكات فيقول: في هذه النقطة دكتور، لو تتذكر سابقا عندما كنا نقول بأن الشرعية مخترقة إلى حد كبير من قبل الحوثي، كانوا يطالبون حينها بالدليل، وكأن التهازم المتعمد في جبهات القتال طيلة 8 سنوات ليس كافيا. اليوم لم يقتصر الأمر على تهريب عبوة ناسفة هنا أو هناك، بل وصلت بجاحة الأمر أن تسهل تلك الأطراف للحوثي أن ينصب أبراج اتصالاته في الأراضي المحررة ويباشر بيع الشرائح دون خجل. ليس الإجراء التصحيحي فقط بمنع عمل الشركة، بل بفتح تحقيق شفاف وكامل وجاد لكشف من سهل هكذا تهريب. فمن هرب معدات اتصالات اليوم سيهرب متفجرات ومخدرات غدا دون أدنى شك. هم شبكات الطابور الخامس، دعونا نسمي الأمور بمسمياتها. هم أولئك الذين يعملون مع الحوثي منذ بداية الحرب، يتلونون ويلبسون كل يوم قناع. هم أصحاب شيعيشة الذين تسللوا إلى الدولة خلسة ليحاربوا الدولة مع سبق الإصرار والترصد. هم أولئك الذين يحاربونكم في معيشتكم، يحاربونكم في الخدمات. هم أولئك الفاسدون المفسدون الذين يلعبون على كل الحبال.
من أجل استمرار مصالحهم، ومستعدون أن يبيعوا أي كل شيء في سبيل تحقيق مصالحهم ومآربهم. الأستاذ محمد الهجامي يتحدث عن ذلك الطابور الخامس الذي يخدم جماعة الحوثي فيقول: الطابور الخامس وخدمة الميليشيات الحوثية من أجل إبراز الميليشيات الحوثية. يتم الآن إفساد جميع الإصلاحات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي. هناك عناصر في الشرعية تقوم بخدمة الميليشيات الحوثية من أجل إفشال الشرعية فقط. تصوير الميليشيات الحوثية للمجتمع الدولي على أنهم دولة وهم قادرين على القيام بأعمال الدولة بشكل عام، وأن الشرعية ليست قادرة على عمل أي شيء، ليست قادرة على أداء وظائف الدولة ومؤسسات الدولة. هذه القوى لا تزال تعمل إلى اليوم. نحن ننظر اليوم ونشاهد إلى تصريحات وزير الاتصالات، وهو يقول أنه لم يتم إخراج تصريح لشركة واي من أجل العمل في المحافظات المحررة. وكيف دخلت أجهزة شركة يو إلى محافظة عدن؟ من سمح لهذه الشركة بالدخول وإقامة وتركيب الأجهزة حق الاتصالات؟ نعلم وهناك تخادم كبير، والحكومة الشرعية سابقا قد قامت برفع قضايا على شركة MTN لأنها لم تعلمها ببيع الشركة وتسمية الشركة من جديد بشركة يو. الحكومة الشرعية رفعت قضية بهذا الشأن، فكيف تدخل اليوم هذه الأجهزة إلى المحافظة المحررة من أجل العمل؟ عجيب وغريب. هناك تآمر واضح، المجلس القيادي الرئاسي همه في الآونة الأخيرة هو الملفات الكبيرة، هندسة الجانب العسكري، كذلك الملف الاقتصادي وملف الخدمات، مفاوضات السلام التي تقام في هذه الفترة، كل هذه تعتبر قضايا كبيرة تهم المجلس في هذا الوقت. ومن ثم سوف يعود المجلس لإعادة مؤسسة الدولة وإعادة رجال الدولة من جديد من أجل بناء الدولة وقتال الميليشيات الحوثية وخدمة هذا الشعب من جديد. مع التقدير الكبير لما يقدمه مجلس القيادة الرئاسي في مختلف الملفات وما يبليه رغم الصعوبات الكبيرة، والتي من أهم تلك الصعوبات وجود مواقع مخترقة في الدولة، ونعتقد أنه خلال الفترة القادمة سنشهد تغييرات جذرية في تلك المواقع. لذلك الطابور الخامس لا يهدأ، الطابور الخامس يختلق المشاكل. أحمد الميسري أحد فلول الطابور الخامس سرب تسجيلا مليء بالمغالطات ومليء بالأكاذيب والتناقضات والتناقض مع الذات في محاولة لخلط الأوراق. يتحدث عن ذلك التسريب الأستاذ هاني السعدي اليافعي فيقول: هناك من يحاول استغلال حالة الغضب الشعبي من إخفاقات الحكومة في الملف الأمني والخدمات والرواتب ويجيرها لصالحه، مع العلم أنه كان أحد أهم أسباب الفوضى والفساد، ثم يحاول الظهور بمظهر الحمل الوديع بعد أن كان يهدد بالحد والحديد. نعم، نسعى بكل صدق وإخلاص لتوحيد البيت الجنوبي، ونسعى لأن نتسامى وأن نتجاوز كل التباينات في وجهات النظر، ولن تجد إنسان عاقل يقف ضد دعوات لم الصف، ولكن من ينوي ذلك فعلا لا يدخل من باب استنقاص الآخرين وبإثارة الكل ضد الكل، فليعد من ينوي العودة إلى صف الوطن بصدق وإخلاص كمواطن صالح يساهم في بناء وطنه، وإن كان له مشروع وطني يعتقد أنه ناجح يثبت على مبادئه أولا، ثم يترك لنا نحن كشعب فرصة أن نفاضل بينه وبين الآخرين، لا أن يلقي بنفسه في أحضان داعمي الفوضى والإرهاب ثم ينادي لا أريكم إلا ما أرى. تسجيل صوتي لأحمد الميسري في محاولة لخلط الأوراق، سربه هو في محاولة لخلط الأوراق، ثم القيادي في القاعدة الإرهابي عادل الحسني الذي قدم نفسه قيادي في المقاومة الجنوبية يتنصل من أنه قيادي في المقاومة الجنوبية ويحرض الناس على عدم الانخراط في معركة التحرير تحت راية التحرير في كشف للأقنعة. في ذات الوقت مدير قناة بلقيس يلقي بكلام بذيء، تغريدة فيها كلام قبيح مسيئة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، تكشف مزيد من الأقنعة عن ذلك الطابور الخامس الذي يخدمه الحوثي. عن ذلك يتحدث الأستاذ محمد الهجامي فيقول: تسجيل الميسري في هذا الوقت له ثلاث دلائل. أولا، الرجل في الآونة الأخيرة
ضاع سياسيا ولم يعد له وجود، فلذلك قام بعمل تسجيل وتسريبه إلى الإعلاميين الذين قمون بالنشر إليه، الإعلاميين الإرهابيين الحسني والزرقاء وكذلك أنيس منصور، هؤلاء الإعلاميين الذين يختصون بنشر أدوات الإرهاب. الميسري جاء في التسريب محاولة منه لاستجداء التحالف أو إعادة الشراكة مع التحالف، وكذلك في نفس التسجيل يقوم بسب التحالف وأن التحالف جاء من أجل أغراض أخرى غير حرب الميليشيات الحوثية وما إلى ذلك، وكذلك يقوم الميسري بالكلام في نفس التجزيل على القضية الجنوبية وتوحيد الصف في القضية الجنوبية، ويقوم بهجوم على قيادة ورموز القضية الجنوبية مثل قيادة المجلس الانتقالي، وهم الأجدر وهم الذين قتلوا في عدن وهم الذين أوجدوا أنفسهم في عدن من خلال الحرب وتحرير عدن. نحن نعلم بذلك أن قيادة المجلس الانتقالي كانت في عدن أثناء الحرب وهي من حرات محافظة عدن وكذلك بعض محافظات الجنوب. الميسري أكثر من حارب القضية الجنوبية. ثالثا الميسري يحاول استجداء الناس بالقضية الجنوبية وأن المجلس الانتقالي لم يعمل إنجازات من أجل القضية الجنوبية، وبالتالي أحمد الميسري هو أكثر من حارب القضية الجنوبية، ونحن اليوم تعود لنا التمثيلات ونعود لنا كل الأحداث السابقة ونحن ننظر إلى أحمد الميسري وهو يقاتل أبناء الجنوب، وهو يعني نعود بالذاكرة فقط إلى حرب أبيان والتي كان يقودها أحمد الميسري ومن معه ضد أبناء الجنوب وضد أبناء عدن. الميسري يريد الخروج لاستعطاف أبناء عدن كعودة له إلى المشهد السياسي من جديد، أو يحاول إنشاء مكون جديد واستعطاف أبناء الجنوب بالدخول معه من أجل إيجاد نفسه كمشارك بالمفاوضات التي تقام بين مجلس القيادة الرئاسي وكذلك الحوثيين من أجل السلام. الرجل يريد أن يعود إلى الواجهة السياسية من جديد، يريد أن يكون له وجود أو منصب في الأيام القادمة، ليس إلا الكلام الذي جاء في التسريب هو لا يهتم فيه، ولكن الأكثر والهدف الأكبر من خروج هذا التسجيل هو عودة الرجل إلى الواجهة السياسية من جديد. ميليشيا الحوثي أوهن من بيت العنكبوت، هنالك شبكات دعمتها منذ بداية الحرب في الداخل والخارج وما زالت تقدم الدعم لها، إلا أن القادمة لا يعني أن جماعة الحوثي ستستمر صلبة، خصوصا إذا ذهبت في غيها برفض السلام. تذكروا هذا الكلام جيدا، سيتم تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية في مجلس الأمن بقرار أقوى يشمل جماعة الحوثي ومن يتعاون معه، وتلك الشبكات ستتحول إلى شبكات داعمة للإرهاب يمكن ملاحقتها بقوة القانون. الحرب ستتحول من حرب على تمرد لإنهاء الانقلاب إلى حرب على الإرهاب لحماية الأمن والسلم الدوليين. إلى حلقة قادمة من بين السطور مع اليوسفي.